كمبيوتر نيتوركينج توب داون ابروتش. لو ما حدش عنده أسئلة أرجوك أعملوا ميوت. الكتاب بدي في شابتر 1 from the very top layer of networks. التوب لاير بتاعت النتوركس اللي هي اللي انت شايفه، انت شايف ايه من النتورك. واشهر مثال محسوس وملموس على النتورك هو الانترنت. تقريبا ما بقاش في حد في العصر ده على الاقل من اللي هم لغاية سن 60 ويمكن حاجة و60 سنة ما بيدخلش على الانترنت. نادر قوي ما تلاقي حد دلوقتي ما بيدخلش على الانترنت، whatever هو استخدامه في الانترنت ايه، حتى لو كان استخدام خفيف بيشتغل على الواتساب او على فيسبوك او اي حاجة من الحاجات المنتشرة دلوقتي. فبالتالي الانترنت is a network of networks، ده تعريفها دايما القديم، فهي علشان كده اسمها انتر نتوركس. كلمة انتر معناها بينية ما بين حاجات وبعضها. ايه الحاجات دي؟ كل حاجة من الحاجات دي عبارة عن العالم في كل مكان، وعملنا ما بين النتوركس نتوركس شبكناهم ببعض، فهي شبكة الشبكات. فلما بنيجي ندرس النتورك بدل ما ندرس حاجة ممكن ما يكونش حد شافها او اتعامل معاها، بندرس الحاجة اللي كل الناس اتعاملت معاها وأوريدي فهمها، ومن خلالها نبتدي نطلع المفاهيم اللي هي مشتركة مع أي نتورك طبيعي. فبالتالي الكتاب بيفوكس على الإنترنت، وهيبتدي بقى يتكلم ويشرح المصطلحات اللي محتاجينها علشان نفسر اللي بيحصل في الإنترنت عشان تبقى شبكة الشبكات، أو من الآخر عشان تبقى شبكة وخلاص. فمثلا في عندنا مصطلحات زي كلمة بروتوكول بتستخدم كتير في الانترنت وفي النتوركس بصفة عامة. كلمة بروتوكول معناها حوار ما بين طرفين، يعني انا دلوقتي بتكلم معك بس انتم ما تردوا، لكن لو انا فاتح نقاش انا بتكلم وحد منكم بيرد، وانا بيزد على الرد ده بروح انا قايل كلام تاني، و الواحد اللي قدامي ده بيزد على اللي انا قلته يروح رادد عليا، ففي كلام رايح جاي. وعلشان الكلام يبقى رايح جاي لابد انه يكون فيه بروتوكول اداب للحوار. ما ينفعش وانا بتكلم حد يتكلم، ما ينفعش وانت بتتكلم انا اتكلم، لازم انت تستناني ولازم انا استناك، لازم انت تكون عارف انا هتكلم وانا اكون عارف ان انت هتتكلم. فالطريقة اللي بننظم بيها الحوار اللي ما بيننا ده هو ده البروتوكول. طب هو ده موجود في النتورك؟ اه طبعا. مش احنا قلنا ان النتورك عبارة عن اطراف بيتكلموا مع بعض، بيبعتوا لبعض معلومات وبيبعتوا لبعض رسائل. اهي المعلومات والرسائل دي علشان تتبعت بينهم وبين بعض لازم من وجود حاجة تنظمها، الحاجة دي هي البروتوكول. وهو مش بروتوكول واحد بس، ده هو كل جزء ما بين طرفين لابد لها من بروتوكول. فعندنا اكتر من بروتوكول بينظم، كل واحد فيهم بينظم حوار ما بين طرفين في النتورك. طيب النتورك بتتكون من اجزاء مختلفة. فمثلا لو احنا خدنا الانترنت كمثال اللي هو الكتاب شغال منها، احنا عندنا الاجهزة اللي احنا شغالين عليها دلوقتي. انا قدامي جهاز لابتوب بتاعي، وكل واحد فيكم قدامه يا اما لابتوب يا إما ديسكتوب يا إما التليفون بتاعه اللي هو السمارت فون. يعني كل واحد فيكم معاه جهاز داخل بيه على نتورك. أجهزتنا كلها، جهازي وجهازكم وأجهزتكم، عبارة عن أطراف للشبكة. أنت آخر طرف في الشبكة، فإحنا الأجس، إحنا الأطراف. طيب احنا علشان نتواصل، انا دلوقتي مستخدم برنامج مايكروسوفت تيمز التواصل ده بيحصل ازاي؟ اكيد في
كونكشن خارجة من عندي ورايحة لكل واحد فيكم. الكونكشن دي بتعدي على أطراف في النص كتير. يعني مثلا أنا دلوقتي ماسك لابتوب، اللابتوب بتاعي ده متوصل عن طريق الواي فاي، يعني متوصل لاسلكي وايرلس بالاكسس بوينت اللي عندي في المكان، ثم الاكسس بوينت بتاعتي متوصلة عن طريق خط تليفون إلى منطقة تانية، إلى المكان اللي بيجمع خطوط التليفون، ثم تجميع خطوط التليفون بتودي إلى السنترال، ثم السنترال بيودي إلى سنترال تاني. الكلام ده مخصوص، معمول مخصوص للشبكة بتاعة الإنترنت، تغيير ما بين الشبكة بتاعة الإنترنت والشبكة بتاعة التليفون. فإحنا بندخل على شبكة خاصة بالإنترنت موجودة ما بين السنترالات وبعضها. طب وبعدين هنوصل لغاية فين كده؟ والله إحنا بنتكلم على مايكروسوفت تيمز، يعني معنى كده إن إحنا لازم هنعدي على سيرفر خاص بشركة مايكروسوفت بيدير البرنامج اللي اسمه تيمز اللي إحنا شغالين عليه. هو فين ده؟ الله أعلم، يجوز يكون في واحد في مصر ويجوز لأ، يجوز في واحد في أوروبا. يبقى إحنا معنى كده إن السلك اللي أنا عمال أحكي عليه ده، الخطوط الممتدة دي، لازم تروح لغاية أوروبا. نوصل للسيرفر أينما كان، الله أعلم هو فين، ومن لما نوصل للسيرفر الكلام بتاعي ده والحوار ده كله اللي أنا عمال أقوله والصور والصوت والصورة وكل حاجة ترجع تاني في السلوك لغاية ما توصل لكل واحد فيكم. يبقى أنا علشان أتواصل معاكم دلوقتي وأنا قاعد دلوقتي وأنتوا قاعدين، بنعدي الطريق اللي ما بيننا بيعدي على أجزاء كتيرة. أولا الأجزاء دي تشمل جزء وايرلس وجزء وايرد، يعني في سلوك، ده بنسميه الفيزيكال ميديا. بيعدي على راوترز، أجهزة بتقول له يمشي فين، توعرفه الطريق. بيعدي على سويتشات شبه الراوترز بس إمكانياتها أقل شوية، بتشتغل داخليا جوه نتورك. بيروح لسيرفر، السيرفر ده برضو جهاز زيه زي أجهزة، بدل ما هو لابتوب عادي من اللي أنا ماسكه ده، لا ده ممكن يكون ديسكتوب إمكانياته أعلى، وممكن يكون مش واحد بس، ممكن يكون كذا واحد بيتعاونوا مع بعض. يعني هو في حد ذاته السيرفر ممكن يكون نتورك مصغرة بس نتورك مقفول على نفسها علشان يدي إمكانيات عالية. إحنا كلنا الأطراف والسيرفر بنسمى edges، وإحنا اسمنا برضو host، كلمة host معناها المضيف، الحاجة اللي إحنا بنتعامل بيها، والشبكة اللي إحنا بنتواصل عن طريقها دي كلها هي الأكسس نتورك. تشمل بقى أجزاء مختلفة زي ما قلنا، السلوك واللاسلكي والراوترز والسويتشز وكل حاجة. طيب من ضمن الحاجات اللي بتدرس في النتورك هي طريقة التوصيل. فإحنا عندنا حاجة اسمها الباكت سويتشينج والسيركت سويتشينج، هيجي ذكرها فيما بعد، لكن باختصار دلوقتي أنا علشان كلامي ده يوصل لكم، الصوت يعني والصورة اللي انتوا شايفينها دلوقتي، الكلام والصورة والصوت والصورة وكل الكلام ده بيتحول إلى باكتس، إلى رزم. النت لغاية ما توصل لعندكم. بعد إذنك يا دكتور، صوت حضرتك عمال يقطع كل شوية، كل دقيقة بيقطع ويجي تاني. عند الكل ولا عندك انت بس؟ لا عند الكل، هو حد كاتب في الشات. عند الكل يا دكتور. طيب ده يودينا للنقطة اللي بعديها اللي هي البرفورمانس. أنا ليه صوتي بيقطع؟
يبقى ده معنى كده بما انها، عشان كده سألت السؤال هل ده عندي بس، يبقى معنى كده ان الانترنت عندي مش كفاءتها مش عالية، وده قد يكون له كذا سبب، بس السبب اللي عندي حاليا هو السنترال اللي انا متوصل اليه. فانا حاليا يعني اتمنى ان الصوت اللي واصل لكم حتى لو كان بيقطع بس تكونوا قادرين كده كده التسجيل، يعني لو كان بيقطع هضطر اعيده طبعا، لكن لو طلع كويس كده كده انتوا هتشوفوا التسجيل تاني. بس انا لا املك حل المشكله حاليا، لانه المشكله مش داخليه عندي، هي المشكله خارجيه من الشبكه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. فاتمنى بس يكون التقطيع مش مانع الفهم، لو مانع الفهم يبقى احنا ممكن يعني نوقف خالص، لان ملوش لازم اقعد اتكلم وانتوا مش عارفين تفهموني. فهل الجزء اللي واصل سامح لكم تفهموا؟ ايوه يا دكتور. طيب والسؤال الثاني، لو ان التقطيع ده مش عند كل الناس يبقى المشكله مش عندي، يبقى عند الناس اللي عندها تقطيع، لانه وارد ان الجزء اللي عند بعض الناس هو اللي فيه مشكله. بس انا عشان كده سالت هل كل الناس اللي عندها تقطيع يبقى المشكله من عندي انا. موضوع التقطيع ده اللي هي النقطه اللي احنا واقفين عليها حاليا، ازاي بنقيس اداء النتورك، بنقول هي كويسه ولا مش كويسه. فاول حاجه بنبص عليها في كلمة performance دايما عامل الزمن. عامل الزمن يشمل الصوت والصورة اللي بتتنقل والكلام والمعلومات اللي بتتنقل على النتورك، هل هي بتوصل في الوقت المناسب؟ طب هل معدلها مناسب ولا عمالة تقطع زي عند بعض الناس دلوقتي؟ تقطع دي معناها انها ما بتوصلش بمعدل ثابت، شوية توصل وشوية تغيب. ده نوع من أنواع قياس الزمن لوصول المعلومات على النتورك. فإحنا عندنا كذا معيار في البرفورمانس، وكل وبعض المعايير دي تنتمي تحت تعامل اللوس، معناها إنه في داتا ما بتوصلش أصلاً. يعني انا كلام اللي انا قلته تحول الى باكتس، الباكتس دي خرجت الى النتورك الى الانترنت، وقعت في السكه حصل لها مشكله وما وصلتش اصلا، فتلاقي جزء من كلامي اصلا ما وصلش، تلاقيك سمعت مني كلمه والكلمه اللي بعديها او كم كلمه بعديها ما وصلوش، فتسمع كلمه ووراها كلمه تانية والجمله مش راكبه على بعض. والكلام ده بيحصل في بعض انواع الكونكشنز، ولكن هناك كونكشنز بترفض ذلك. يعني لو انا بتكلم دلوقتي وجزء من الكلام بتاعي ما وصلكش، المفروض ان النتورك هي المسؤوله انها توصل الكلام اللي وقع، هي بتخزنه وتعيد ارساله تاني عشان يوصلك. زي مثلا لما بنيجي ننقل فايل، ما ينفعش الفايل يتنقل فما ينفعش فيه لوس. لكن مثلا ممكن الستريمينج، لو انت بتتفرج على حاجه ستريمينج فيلم على الانترنت ولا ماتش كوره، ما نقول مش مشكله ان يقع منه اجزاء، كده كده انت الجزء اللي هيوصل لك هتقدر تفهم منه وتستوعب الباقي. من ضمن البرفورمانس الديلي، هي بتوصل لك بعد قد ايه؟ انا بقولها دلوقتي، انما هي وصلت لك وقت ما انا قلتها، اكيد خدت وقت. الوقت ده قد ايه؟ ثانية، اتنين، تلاتة، تلاتين، خمسين؟ وهل الدي ده ثابت؟ الثروبوت معدل وصولها، بتوصل بمعدل قد ايه اللي احنا بنسميه السرعة، كام بيت في الثانية او كام كيلو بيت في الثانية او كام ميجا بيت في الثانية. من ضمن الحاجات اللي بتدرس في النتورك السيكيورتي، هل الحوار اللي داير ما بيننا دلوقتي حد تاني غريب يقدر يدخل يسمع اللي احنا بنقوله، او ياخد
مستواها ايه، بغض النظر هي مهمه ولا مش مهمه، يجوز كلامنا مع بعض مش مهم، او يعني في الاخر هناخد الفيديو ده ونحطه على اليوتيوب اصلا، فبالتالي هو مش سر. لكن في اوقات تانية الحوار لابد ان يكون له سريه، وبتبقى سريه جديده كمان لو انت بتتعامل مع بنك وعايز تدفع فلوس او تسحب فلوس، ما ينفعش يبقى في حد خارجي يقدر يشوف العمليه او يغير فيها او الى اخره. طيب الكلام الكتير ده كله على الناس، قعدوا بقى الناس المسؤولين عن تنظيم عمليات النتوركس، قعدوا قسموا كل الوظائف اللي بتحصل في النتورك، من اول الحاجه اللي انت قاعد على الجهاز بتشتغل عليها، سواء كان مايكروسوفت تيمز او الجوجل براوزر او واتيفر اي نوع من انواع السوفت وير اللي انت شغال عليه، الى الحاجات اللي شغاله على الراوترز والسويتشز، الى الحاجات اللي بتتحرك في السلوك والوايرلس وكل الكلام ده، نظموا كل الكلام ده الى فانكشنز، وظائف، وقسموها. كل مجموعه فانكشنز تنتمي او بتختص بجزئيه معينه حطوها في طبقه لوحدها لير، وقسموا النتورك الى مجموعه لايرز، طبقات، كل طبقه بتختص بوظائف معينه في النتورك، اول طبقه من فوق اللي هي التوب لاير اللي بادي بيها الكتاب، طبقه الابلكيشن اللي انت شغال عليها، انت شغال على براوزر، شغال على مايكروسوفت تيمز، شغال على واتساب، شغال على فيسبوك، كل الابلكيشنز دي هي اللي باينه لك ايه اللي بيحصل فيها، فيها حاجات، في سيرفيسز بتحصل بتتقدم، وفي فانكشنز بتحصل فيها. يليها طبقه ثانيه بتاخد اللي بيطلع من الابلكيشن وتبتدي تشتغل عليه وتعمل فيه بعض الشغل علشان ثم طبقه خمسه. في كام طبقه؟ في بعض التصنيفات القديمه عملوهم 7 طبقات 7 layers، ثم بعد كده خففوها وعملوها في 5 طبقات عشان تبقى يعني تبقى ابسط يعني، والانترنت شغال بخمس طبقات 5 layers. الكلام اللي انا قلته ده يعني هو ملخص الشابتر بتاع النهارده، فانا هبتدي ايه، هتلاقوا اللي انا قلته ده هيتعاد اجزاء منه في السلايدز اللي جايه، فهنا هيبتدي بقى يدخل في تفاصيل وات ذا انترنت والاجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا الانترنت هي billions of connected computing devices، زي ما قلنا اجهزه، لابد ان تعريف كل جهاز انه يحتوي على مايكرو بروسيسور، وبالتالي طالما احتوى على مايكرو بروسيسور هنطلق عليه كمبيوتر، بغض النظر هو شكله عامل ازاي، شكله لابتوب، شكله ديسكتوب، شكله سمارت فون، شكله مايكرو كنترولر، المهم في الاخر انه بداخله مايكرو بروسيسور، وبالتالي هو كمبيوتر، بس مش لازم يكون بالشكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه. بلايين الاجهزه التي تتواصل فيما بينها، يبقى كده دي نتورك كبير. وطبعا احنا قلنا المثال بتاعنا هو الانترنت اللي هو نتورك اوف نتوركس. الاطراف زي احنا وزي السيرفرز بنسميهم هوستس، دول اللي هم اند سيستمز، دول الاطراف النهائيه، بينما في داخل النتورك في راوترز وسويتشز حاجات مسؤولة عن تحريك المعلومات ما بين الأطراف وبعضها. علشان نتواصل مع بعض لابد من وجود وسائل للتواصل، communication links، قد تكون بعضها wireless اللي هي الراديو waves، قد يكون بعضها أسلاك نحاسية كبر، قد يكون بعضها أسلاك زجاجية هي fiber، قد يكون بعضها عن طريق الساتلايت. بنقيس معدل نقل البيانات اللي هو transmission rate، وبيبقى عامل دايما مهم اللي احنا بنطلق عليه تبسيطا وتسهيلا السرعة، وبنطلق عليه
technically الباندويتس. وكلمة باندويتس أصلها الباند اللي هو الترددات اللي احنا بنشتغل عليها من تردد كذا إلى تردد كذا، ده اسمه الباند. كلما زاد اتساع هذا الباند اللي هو الباندويتس كلما أمكن نقل فعليا نقل البيانات يتناسب طرديا مع اتساع الباند. Transmission rate is directly proportional to the bandwidth. ومجازا بقينا نطلق كلمة bandwidth على transmission rate، بس هما فعليا حاجتين مختلفتين، ولكنهم بما انهم بيتناسبوا مع بعض فبقينا بنستخدم الكلمة دي مجازا على اعتبار ان هي نفسها transmission rate. زي ما قلنا الأجهزة اللي بتوجه الداتا اللي ماشية في النتورك دي الراوترز والسويتشز، الاثنين يعني almost شبه بعض إلى حد كبير بس في فروق ما بينهم. الراوترز هي اللي بتستخدم في نقل ما بين شبكة وشبكة تانية، والسويتش داخل الشبكة الواحدة. فكرة الانترنت بدأت بتوصل كمبيوترز التقليدية اللي هو كان زمان ديسكتوب كمبيوتر بس. أنا عايز أسأل سؤال معلش، هو يعني إيه بين شبكة وشبكة تانية وشبكة ونفسها؟ يعني هو إيه الاختلاف بين الشبكات عامة؟ في عندك لو أنت داخل قاعة داخل معمل من معامل الكلية عندك 20 جهاز، ال20 جهاز دول بيتواصلوا مع بعض، دي شبكة داخلية بنطلق عليها Local Area Network LAN. علشان الأجهزة دي تتواصل مع بعض لابد من وجود سويتش. السويتش ده هو اللي بيقول الجهاز الأولاني هيتواصل مع الجهاز رقم 5، الجهاز رقم 2 هتواصل مع الجهاز رقم 7 وهكذا. فالداتا اللي بتطلع من كل جهاز بتوصل للسويتش يوجهها. طيب لو ده قاعة معمل وهناك قاعة أخرى في معمل تاني في قاعة أخرى في جامعة أخرى في بلد أخرى، يبقى معنى كده إنك هتخرج من بره اللان الأولانية إلى الفضاء الفسيح، هتعدي بقى على سنترالات وهتخرج بره البلد. المهم إن أنت هتخرج بره الشبكة الصغيرة اللي أنت كنت فيها عشان تنتقل إلى شبكة تانية صغيرة بس في مكان تاني بعيد، فلابد من إنك أنت تعدي على جهاز اسمه الراوتر علشان يقول لك هتمشي إزاي. عندك طرق مختلفة مش طريق واحد. طالما عندك طرق مختلفة وهتختار واحد من الطرق المختلفة دي يبقى انت محتاج راوتر. وصلت؟ تمام جدا يا دكتور، شكرا. طب معلش يا دكتور، هو ايه السويتش اصلا؟ يعني احنا كلنا عارفين الراوترز بس يعني السويتش ده ايه؟ هو يعني مبدئيا هو شبهه، هما الاتنين شبه بعض قوي، بس السويتش الراوتر بيزيد حاجة بسيطة عن السويتش، هنجيله بعدين على فكرة عشان بس متقلوش. يعني هما الاتنين شبه بعض جدا لدرجة ان في ناس بتطلق المصطلح بتاع واحد فيهم على التاني، لكن هو في فرق بسيط ما بينهم. الراوتر امكانياته اعلى سنة، الراوتر المفروض ان هو بيوجه الباكتس الى زي ما قلنا ما بين شبكات وبعضها. فبالتالي لو انت قدامك مثلا الباكت اللي طالعه من عندك وراحت للسنترال والمفروض قدامها احتمالين، يا تروح تعدي من السنترال اللي انت كونكتد بيه الى سنترال تاني او الى سنترال تالت. طب على اي اساس تختار واحد من الاثنين؟ الاثنين هيوصلوا،
بس انت محتاج تختار الطريق الاحسن. فطالما دخلنا في حسابات اكثر تعقيدا وابتديت عندك اختيارات والاختيارات كلها ممكن تنفع او بعضها ينفع وانت بتختار مين الاحسن، فهنا ده راوتر. لكن لو الاختيار، لو اصلا ما فيش اختيار وهو طريق بس جاست ان انت بتوجه الباكت تقول لها امشي في الطريق ده، وانسى انك عرفت انها عايزة تروح للمكان الفلاني، فالمكان الفلاني ده مالوش غير طريق واحد، وبالتالي مفيش تفكير، مفيش حسابات. السويتش هو بيعمل كده، السويتش بيقول لها بما انك عايزة تروحي لتامر يبقى قدامك الطريق ده بس، ما عندهاش احتمالات تانية. فالفروق ما بينهم بتبدو الى 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 ناس كتير قوي فروق بسيطة، لدرجة ان زي ما بقول لك ساعات بيطلق اسم ده على ده. تمام، حاليا اعتبروهم الاثنين يعني شبه بعض لغاية ما نوصل للجزئية اللي هتقول لك الفرق التكنيكال ما بينهم. تمام، شكرا يا دكتور. دكتور اتفضل. استاذن حضرتك، هو المفروض ان الكورس اسمه اندستريال نتوركس، فانا بس كنت عايز اعرف هو يعني ايه الربط ما بينه وما بين الاندستري، عشان انا لحد دلوقتي مثلا شايف انترنت، الموضوع ريليتد شويه ايه ناحيه كمبيوتر وكده. المفروض ان الكورس موجه الى الربط ما بين حاجات بتشتغل في الاندستري. لو احنا رجعنا زمان شويه، الاندستري ما كانتش بيزد على مايكرو بروسيسورز، ما كانش لسه المايكرو بروسيسورز. لو احنا رجعنا 30 40 سنه ما كانتش لسه المايكرو بروسيسورز وصلت لمرحله من الانتشار اللي موجوده حاليا. حاليا او مش بس حاليا، ده احنا من 15 20 سنه حتى نقدر نقول انه كتير من المصانع بقت شغاله باجهزه، معظم الاجهزه دي مايكرو بروسيسورز بيزد. يعني معنى كده انك عشان تشغل مصنع عندك مجموعه من الكمبيوترات باشكال مختلفه شغاله. حتى العربيه من 20 سنه كان نادر قوي بانك تلاقي عربيه فيها 3 4 حاجات شغاله مايكرو بروسيسور بيز. دلوقتي في اخر 3 4 5 سنين يعني يكاد يكون العربيه تحولت الى جهاز كمبيوتر كبير، تقريبا بقت يعني معظم الحاجات اللي فيها شغاله مايكرو بروسيسورز، مايكرو كنترولرز يعني. فانت علشان تربط ما بين المايكرو كنترولرز وبعضها لازم تعمل شبكه، لازم تعمل نتورك. فالتعريف بتاع اندستريال نتورك جه من هنا. طب هو في الاخر ايه الفرق بينها وبين النتورك العاديه؟ يكاد وليس مطلق، يكاد يكون مفيش فرق. هي في الاخر شبكه ما بين اجهزه كمبيوتر، بس بدل ما الكمبيوتر ده عباره عن لابتوب انت فاتحه وبتفتح وعليه اوبريتنج سيستم جينيريك زي الويندوز وبتشغل عليه ابلكيشن، لا هو الوضع مش كده. المصانع مش شغاله كده، ما عليهاش ويندوز، لا ده عليه وممكن ما يكونش عليه اصلا اوبريتنج سيستم. لو انتوا عارفين يعني ايه اوبريتنج سيستم، متهيألي المفاهيم دي بقت عندكم كلكم يعني. فالمصنع المكنه اللي في المصنع مش ما عليهوش اوبريتنج سيستم، مش لازم يكون عليه، ممكن يكون كاستومايز يعني هو بروسيسور شغال، وممكن يكون شويه في اوبريتنج سيستم بسيط. الغسالات عليها دلوقتي اوبريتنج سيستم بسيط، الثلاجه بقت عليها دلوقتي في منها اللي عليه اوبريتنج سيستم بسيط وفي منها اللي ما عليهوش اوبريتنج سيستم بس برضه هو مايكرو بروسيسور بيز. التكييف طبعا، قلنا العربيه، الطيارات، التلفزيون، كل الحاجات دي كلها بقت مايكرو بروسيسورز جواها. فاحنا بقينا بنتكلم في انه تحولت معظم الاجهزه سواء اللي احنا بنستعملها في البيت او اللي احنا بنتحرك بيها او اللي موجوده في المصانع الى اجهزه كمبيوتر. فهو الهدف من الكورس ان هو يفهمك ازاي هيحصل الربط ما بين الاجزاء دي وبعضها. طب هو في الاخر يفرق ايه عن الكمبيوتر نتورك؟ زي ما قلت لك يكاد يكون هو المفاهيم الاساسيه واحده، نيجي في الاخر خالص ونلاقي فرق بسيط جدا.
زي حتة إن مفيش operating system مثلا، فهتلاقي الفروق ما بين دراسة الكمبيوتر نتورك العادية وما بين الاندستريال نتورك فروق بسيطة جدا، فتلاقي almost 80-90% من الكورس هو نفسه كمبيوتر نتورك العادية. ده فهمي أنا للمادة، يعني لو في حد عنده فهم تاني ممكن يشاركنا بيه، لكن ده فهمي أنا للمادة يعني. يمكن الصورة اللي قدامنا دي بتوضح برضو جزئية إنه ما بقى الليست اللي بنتكلم فيها، إنه ما إن بقى تقريبا كل حاجة كونكتد على الإنترنت، فانتقلنا من مفهوم الكمبيوتر نتورك إلى مفهوم الإنترنت أوف ثينكس الـ IoT. أكيد سمعتوا عن المصطلح ده، وده المفهوم اللي ظهر يمكن من أكتر من 10 سنين، يعني في منتصف العقد الأول من الألفينات 2005 2006 2007 في الفترة دي، وهو ده اللي على أساسه ابتدوا يشتغلوا يعملوا الـ 5G اللي اوريدي ظهر بس يمكن ما انتشرش، واللي على أساسه برضو بيفكروا في الـ 6G ده كـ communication wise، لأنك علشان تربط كل شيء ما هو اسمه Internet of Things، إنترنت الأشياء، عشان تربط كل شيء لابد ان الشيء يحمل مايكرو بروسيسور، ولابد انه الشيء ده قابل انه يبعت داتا ويستقبل داتا، وبالتالي لو ده حصل هيبقى عندنا كم مهول جدا جدا من الداتا بيتم تبادلها عبر الانترنت. وش معنى الانترنت؟ لاني ما عنديش وسيله اربط كل شيء الا عن طريق الشبكه الكبيره اللي موجوده في كل حته دلوقتي اللي هي الانترنت. فبالتالي الانترنت المفروض انها تكون قادرة على استيعاب very 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 big data. ازاي هيحصل الاستيعاب ده وازاي هنقدر نعمل processing للداتا الكبيرة دي، هو ده المفروض الشغل اللي شغالين فيه بقالهم اخر 10 سنين ومستمرين فيه يعني. وده فتح مجالات تانية كتيرة قوي related بالIoT زي البيج داتا وموضوع الـ 5G والـ 6G وأشياء تانية أخرى يعني. هنا برضو الكلام ده هتلاقوا زي ما قلنا في السلايدز، كلام احنا سبق قلناه قبل كده، الانترنت هي Network of Networks، البروتوكولز هي وسائل الحوار ما بين الأطراف المختلفة، وقلنا في كذا بروتوكول موجودين في الانترنت، ومن ضمن البروتوكولز اللي غالبا سمعتوا عنها TCP Transmission Control Protocol هيجي ذكره فيما بعد، IP Internet Protocol اللي هو بيدي عنوان لكل طرف في الشبكة، HTTP Hyper Text Transfer Protocol هي وسيلة نقل للصفحات اللي هي اللي بنشوفها قدامنا في أي موقع، SkyP وسيلة نقل للحوار اللي هو الشاتنج Voice وفيديو، 802.11 اللي هو وسيلة النقل عبر الواي فاي. علشان يعملوا أي بروتوكول من دول في طبعا جهات مسؤولة منظمة للإنترنت، لأن هو بدأ من أمريكا، ففي جهة في أمريكا مختصة بالموضوع ده، الجهة اللي هي دي اللي هي الإنترنت إنجينيرينج تاسك فورس IETF، وأي تعديل هيحصل أو أي إنشاء أو حاجة جديدة هتأثر على الإنترنت، دعوة عامة لكل الناس المختصين إن هم يشاركوا اللي هم بنسميها request for comments، والناس تبتدي تتناقش وتدلي باقتراحاتها وتعمل أبحاث، ويوصلوا في الآخر لستاندرد بيبقى له RFC ورقم معين اللي هو يتحول فيما بعد إلى كلمة من الكلمات دي TCP IP HTTP، بيتحول إلى مسمى تستخدمه الناس لما يدخل لحيز التنفيذ الامبلمنتيشن يعني. علشان البرامج المختلفه الابلكيشنز المختلفه تشتغل على الانترنت يعني تكون قابله للارسال والاستقبال، لابد من وجود ما يدعمها يسبورت الابلكيشنز دي،
ما يدعمها كهاردوير وما يدعمها كسوفتوير. فلا بد من وجود سيرفرز فيها سيرفيسز خدمات بتقدمها للابلكيشنز دي. يعني مثلا دلوقتي لو انت فاتح البراوزر وداخل على موقع معين او داخل على عايز تبعت ايميل او واتيفر الوسيله اللي انت بتستخدمها عشان تدخل على الانترنت، فلا بد من وجود سيرفر يستقبل منك اللي انت بتبعته. فالبراوزر ده انت بتدخل على سيرفر، ففي سيرفر بيقدم لك خدمه، بيقدم لك الصفحه اللي انت عايزها، بيقدم لك انبوكس، يبقى فيه الايميلات بتاعتك، بتلعب نتورك جيم ففي سيرفر عليه الجيم نفسه وانت وزمايلك اطراف على النتورك دي، والجيم نفسه بيحصل عليه بروسيسنج في السيرفر. فلا بد من وجود انفراستراكشر، بنيه تحتيه تقدر تقدم الخدمات دي، تشمل الهاردوير وتشمل السوفتوير. انت يا نفسك لو انت اشتغلت بروجرامينج وعايز تعمل ابلكيشن يشتغل على الانترنت، فانت ما بتبنيش كل حاجه من الصفر، انت عندك اوريدي حاجات بتبتدي منها. ففي بعض الاجزاء اللي بتبقى متاحه ليك تبتدي، يعني مثلا مش لازم تقعد تكتب بالظبط انت هتشتغل تبعت كذا وتستقبل كذا، لا انت بتنادي فانكشنز جاهزه مكتوبه وتقول لها انا عايز ابعت كذا، والفانكشنز دي بقى في طريقه لتنفيذها انت مش انت اللي عملتها، حد غيرك عملها وجهزها لك وحطها لك، وممكن تكون موجوده على سيرفر انت شخص بتناديها من على السيرفر وخلاص. ففي انفراستراكشر، بنيه تحتيه معموله للسوفت وير زي ما معموله للهارد وير كمان. هنا بيعرفك بروتوكول زي ما قلنا هو حوار ما بين طرفين. ففي حاله النتورك احنا عندنا حوار ما بين جهازين، والجهازين مش لازم يكونوا الكمبيوترز المعتاده زي ما قلنا، ممكن يكونوا اي حاجه من اللي تدخل على الانترنت. والحوار ده يشمل البروتوكول، يشمل شكل الرساله، الفورمات بتاعها، ترتيب الرسائل، انا المفروض اقول ايه الاول وانت ترد عليا تقول ايه، ثم انا ارد اقول ايه، وهكذا الترتيب ده الاوردر، وايه اللي المفروض يحصل عند ارسال رساله. يعني هل انا لازم كل كلمة أقولها يبقى عليها رد؟ في بعض الكلمات اللي لازم يكون ليها رد وكلمات أخرى. طيب أنا أعرف منين إن اللي أنا بقوله ده وصل؟ يعني مثلا دلوقتي لما الصوت بتاعي مثلا بيقطع، فابتدى الناس اللي عندها صوت بيقطع قالت لي فيدباك، فأنا عرفت من الفيدباك إن في حاجة مش مظبوطة. واتفر السبب ايه، انا ممكن ما اكونش عارف السبب او شاكك في السبب، يجوز السبب من عندي، يجوز السبب من عندكم، يجوز السبب من حاجه في النص، الله اعلم السبب، بس على الاقل فهمت انه ان الكلام بتاعي الصوت والصوره مش واصلين كويس، وبالتالي بناء على الكلام ده ابتدي اخد اكشن. ممكن الاكشن ده يكون ان انا اتكلم بالراحه اكتر مثلا، او اقفل النهارده خالص اقول نتكلم في وقت تاني، انهي المحاضره دلوقتي اقول طب نكمل بعدين، او اقول لكم طب انا هسجلها وبسمعوها بعدين، واتفر الاكشن اللي او اكمل زي ما انا كملت كده، على فرض ان انتوا قادرين تستوعبوا اللي انا بقوله حتى ولو كان بيوصل متقطع. ففي اكشن بيتاخد بيزد على الفيدباك، كل ده مشروح في البروتوكول. يبقى لازم يكون في بروتوكول ما بين الاطراف اللي في النتورك، ومعمول في البروتوكول ده كل السيناريوهات المحتملة. فهنا بيضرب مثال بالبروتوكول اللي ما بين البني ادمين، هاي هاي، ده بتقول هاي بيرد عليها هاي، بتسأله جود تايم فبيرد عليها بالوقت. فنفس الكلام ما بين جهازين، في الاول الجهاز الاول بيبعت مثلا في بروتوكول التي سي بي، بيبعت يطلب يعمل كونكشن، يعني بيقول له انا هتصل بيك، التاني بيقول له ماشي اتصل بيا، فيروح باعت له موقع يطلب موقع معين، التاني ده سيرفر يروح رادد عليه بالصفحه بتاعه الموقع. ده كان اول فقره اللي هي وات از انترنت.
هنا بتبتدي تتكلم شوية عن تاريخ الإنترنت، يعني الجزئية دي ممكن تقروها، مش حاجة في صلب الموضوع يعني، لكن هو بيبتدي يشرح من بدايتها من أول الستينات لما ظهرت فكرة الباكت سويتشنج. زي ما قلنا كلمة باكت معناها إنه الداتا نفسها اتجمعت مع بعض في صورة باكت، في صورة رزمة بتتبعت. أمال إيه الحالة التانية؟ الحالة التانية اللي كانت شغالة قبليها إنه الداتا ما كانتش بتتقسم، كانت ماشية مستمرة، كانوا بيسموها سيركت سويتشنج. كلمة سيركت سويتشنج كان يسبقها مانيوال سويتشنج. لو فاكرين الأفلام القديمة، لما كان واحد يتصل، واحد في القاهرة يتصل بواحد في اسكندرية أو أسوان، كان يتصل الأول بالسنترال، واحد عامل في السنترال يرد عليه يقول له أنا عايز أكلم اسكندرية أو أسوان، أو الطرف الثاني يقول له أنا عايز أكلم القاهرة اللي هي مصر يعني. فبتاع السنترال يروح قدامه لوحة كده كبيرة، يروح موصل الخط ده بحاجة خارجة من عنده رايحة لسنترال تاني، والسنترال التاني يوصل اللي جاي من السنترال الأولاني إلى سنترال تالت، لغاية ما يوصلوا للطرف الأخير. عامل السنترال برضو يتصل بالعمدة في البلد يقول له فلان الفلاني عايز يكلمك. طيب العامل ده كان هو اللي بيوصل، فده كان مانيوال سويتشنج. انتقلوا بعد كده لمرحلة إنه مش محتاجين عامل، ممكن المكان نفسه يوصل ما بين الطرف الأول والطرف الثاني، فسموها سيركت سويتشنج. وانس إنه حصل توصيل، يبقى في سلك خط واصل ما بين الطرف الأول والطرف الأخير. الخط ده يفضل محجوز للمكالمة لغاية ما المكالمة تخلص. الكلام ده فضل مستمر لغاية الستينات، لغاية ما ابتدى تطلع فكرة انه انا كده بويست، بأهدر الريسورسز، الموارد اللي عندي. ليه؟ لان انا بحجز خط ممكن الخط ده لا يستغل بالشكل الكفء. طب ايه الحالة التانية؟ انا ممكن اقسم الكلام، والكلام ده يتحول الى مجموعة اجزاء اللي هي بنسميها الباكت، والباكت دي لما توصل من عند الأول إلى السنترال تتخزن، والسنترال بقى هو اللي هيحول الباكت دي يمشيها إلى السنترال اللي بعده في أي خط فاضي، وبالتالي مش مفيش خط محجوز للطرفين، لأ عادي كل الخطوط مستخدمة لكل الناس، بس بعد كده الباكتس دي بتتوجه صح عشان توصل للطرف الأخير وتتجمع بقى وتترتب وتوصل لشكلها النهائي. فدي اللي اسمها باكت سويتشنج. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه لولا الباكت سويتشنج ما كانش ظهر الانترنت. الانترنت مبنية على الباكت سويتشنج، مفيش في الانترنت خط واصل ما بين طرفين، خط ثابت محجوز، لا هو فيه فعليا باكتس ماشيه. الباكتس دي اللي طالعه من عندي مش لازم كلهم يمشوا في طريق واحد، ممكن جزء من كلامي يمشي في طريق والجزء التاني يمشي في طريق تاني، وفي الآخر بعد ما يمشوا في الإنترنت يوصلوا لكم ويترتبوا صح عشان يطلعوا بنفس الصورة اللي خارجين من عندي. هو ده اسمه الباكت سويتشنج. فلما ظهرت الباكت سويتشنج ابتدت بقى إيه تظهر فكرة، أو هي دي اللي ابتدت، دي كانت بوادر إنشاء النتوركس. طبعا النتوركس الانترنت اللي هي النتورك الكبيره ظهرت في وزاره الدفاع الامريكيه، كانت مبنيه في الاول على نتورك خاصه معموله ليهم، هم كانوا عاملين نتورك داخليه عندهم عسكريه، ثم بعد كده عايزين يخلوها تقدم وظائف مدنيه، فبالتالي ابتدوا يعملوا مجموعه، كان في كذا نتورك يعني وقتها محدوده في بعض المؤسسات الكبيرة في الجيش في كذا حتة في أمريكا، فعايزين يوصلوا ما بين النتوركس المتباعدة اللي هي ملهاش صلة ببعض دي. فابتدى في الأول طبعا كان توصيل داخلي جوه أمريكا، ثم بعد كده
عملوا كونكشن مع أوروبا، ابتدى الموضوع يكبر شيئا فشيئا لغاية ما وصلنا للصورة الحالية يعني للإنترنت. مع بداية ظهور الإنترنت في مراحلها الأولانية ابتدت تظهر البروتوكولز المختلفة، زي ما قلنا في ظهرت بروتوكولز كتير قوي، كل جزء بيختص بحوار ما بين طرفين كان بيظهر له بروتوكول. فظهرت بروتوكولز في الأول، من ضمن أوائل البروتوكولز الألوها. ألوها ده بروتوكول بينظم عملية الإرسال واستقبال عن طريق الستلايت، فظهر كلمة ألوها معناها هلو بلغة أهل هاواي. فهو كان بيحصل التواصل ما بين جزيرة هاواي وما بين المركز الرئيسي في أمريكا عن طريق الستلايت القمر الصناعي، وبيستخدم فيها بروتوكول كان اسمه ألوها. طبعا كان بروتوكول بسيط يعني، حاليا يعني لا يستخدم، ولكن كان وقتها وسيلة تواصل كويسة. من ضمن كبار العلماء اللي ساهموا في تطوير الإنترنت اللي هم سيرف وكاهن، ظهرت برضو الإيثرنت اللي هو الهاردوير والبروتوكول اللي بينظم الإرسال على الهاردوير، اللي هو الكابل، كابل النتورك اللي انتوا أكيد اتعاملتوا معاه، اللي هو لونه أصفر غالبا، يعني أغلب ألوانه الأصفر، وده ليه مدخل مخصوص، دي طريقة تواصل في النتورك، ظهرت من خلال شركة زيروكس. يعني هنا يعني ابتدت بقى إيه الشركات تنشأ وتساهم في تطور الإنترنت، مع كل شركة تدخل وتساهم في التطور كانت الإنترنت بتكبر وبتتسع. طبعا دكتور أيمن بهاء هندسة عين شمس وأستاذي، وكان له لقاء مع يعني واحد من عمالقة الإنترنت، واحد من الاثنين دول مش عارف هو مين فيهم، بس يعني أنا واخد السلايدز دي منه، فالصورة دي بتجمعه بيه. يعني هنا ما زال برضو هنا بيذكر تاريخ الإنترنت، بس هنا فترة الثمانينات والتسعينات، طبعا دي الفترة اللي ابتدت تتسع فيها الإنترنت وتشمل معظم دول العالم. في مصر يعني ابتدت تدخل الإنترنت غالبا في الثمانينات، يعني ما عنديش معلومة دقيقة امتى سنة كام بالظبط، لكن اللي أعرفه إن أنا عن نفسي حضرت في بداية التسعينات، حضرت الإنترنت يعني. فأغلب الظن إنها دخلت في الثمانينات، ولكنها لم تبدأ النشاط التجاري، يعني لم يبدأ الناس العاديين اللي زي وزيك يستخدموها إلا في التسعينات. من ضمن البروتوكولز المشهورة الـ FTP File Transfer Protocol لنقل الفايلات، بروتوكول بينظم نقل الفايلز. طبعا قلنا TCP Transmission Control Protocol. الـ DNS ده احنا عارفين انه كل جهاز داخل على النتورك لابد ان يكون له هوية شخصية محددة. طب الشخصية دي هتبقى ازاي؟ هتبقى عن طريق رقم، زي كده ما كل واحد فينا له ناشونال اي دي، رقم قومي ما ينفعش يتكرر. نفس الكلام اي جهاز، واتفر الجهاز ده شكله عامل ازاي، اي جهاز داخل على الانترنت لابد ان يكون له رقم يونيك غير متكرر. فعلشان كده عملوا الانترنت بروتوكول IP، بينظم العملية دي، بيدي لكل جهاز داخل على الانترنت رقم لا يتكرر. فلما ابتدت الأرقام تكتر، صعب قوي انك تبقى حافظ أرقام الأجهزة التانية. تخيل لو انت كل ما تيجي تدخل على الانترنت عايز تكونكت مع جوجل
تكتب رقم معين، عايز تكونكت مع الفيسبوك تكتب رقم معين، عايز تكونكت مع الواتساب تكتب رقم معين. لما تكون بتتعامل مع مئات او الاف السيرفرز اللي موجودين على الانترنت ولازم تكون حافظ ارقامهم شيء مستحيل. لكن الاسهل انك تفتكر الاسم، تكتب google.com، تكتب facebook.com، تكتب whatever، فالاسم اسهل في التذكر. ولكن الانترنت مش شغاله بالاسماء، شغاله بالارقام. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نعمل جهاز يحول الرقم لاسم والاسم الرقم، اللي هو سموه الدومين نيم سيستم او DNS. فانت تكتب عادي براحتك google.com، المهم انت كنت كاتبه صح، يروح للدي ان اس يقول اه ما انا عارف جوجل الرقم بتاعها كذا. فانت مش شايف الرقم، مش مهم انك تشوف، المهم انه في الاخر بيحول الاسم اللي انت كتبته الى رقم، عشان هو ده اللي بيمشي في الانترنت بعد كده، هو ده اللي بيعدي من الراوترز. الاس ام تي بي بينظم ارسال الايميل، الحاجات دي كلها جاي ذكرها فيما بعد. يعني هنا طبعا وصل في ما زال بيتكلم في التاريخ، وصل لمرحله التسعينات والالفينات، ودي كانت المرحله اللي هي يعني فيها الانتشار الواسع. مرحله التسعينات المرحله داخل ظهر فيها الانترنت في مصر وانتشر قوي يعني، وفي معظم العالم يعني، طالما وصل لمصر يبقى وصل لمعظم العالم يعني. هنا بيقول لك اهو في نهايه المرحله دي وصلوا ل 50 مليون هوست، 100 مليون اكتر من 100 مليون يوزرز. وخلاص بقى مع بدايه الالفينات والى عصرنا الحالي الموضوع بقى يعني بقى في شبكات داخل الانترنت، هي لوحدها الشبكات دي تمثل انترنت لوحدها، زي الفيسبوك، زي جوجل، زي مايكروسوفت، كل واحدة من دول عملاق من عمالقة الانترنت. هم في حد ذاتهم بقوا سيرفيس بروفايدرز للانترنت نفسها. فبقت الانترنت ما بقتش مجرد شبكات صغيرة، لا ده فيها شبكات كبيرة، هي كل واحدة منهم لوحدها تمثل انترنت في حد ذاتها. ده هنا بقى التوقعات بأعداد الأجهزة اللي داخلة على الإنترنت. هنا بيتوقع أنها في سنة 20 اللي هو احنا اوريدي عديناها طبعا، لأن الكتاب ده معمول قبل سنة 20، ده النسخة دي طبعة 2016، فهو غالبا بيتكلم من وجهة نظره كانت لسه قدامه 4 سنين، كان المفروض أن هو يبقى فيه 50 بليون جهاز أو شيء زي ما قلنا هو إنترنت أوف ثينكس. ده الفترة الفقرة اللي فاتت كان بيتكلم على نتورك إيجز الأطراف، الفقرة اللي جاية بيتكلم على القلب الكور، هو هنا رجع تاني بيفكرنا الأطراف والوسائل اللي بيتواصلوا بيها، سلوك بأنواعها المختلفة أو لاسلكي وايرلس، والقلب قلب أي شبكة لابد أن يكون في جهاز بيحول من طرف إلى طرف زي ما قلنا سويتشز وراوترز. لو التحويل ده سهل وبسيط ومفهوش اختيارات سويتش، أو يعني مفهوش تفكير كتير سويتش، لو في حسابات وشغل هيتعمل يبقى راوتر. في حالة وجود سمارت فون داخل على شبكة المحمول السيلولار نتورك، دي شبكة لوحدها غير الشبكة بتاعة التليفون الأرضي. احنا عندنا شبكة المحمول بتعدي من التليفون بتاعك إلى أقرب بيز ستيشن برج محمول، ثم من البرج ده تبتدي تتواصل، يا إما توصل للسنترال وتدخل على شبكة الخاصة بالسنترال، أو ممكن تكمل لوحدها يعني تتشابك فيما بينها بعيدا عن شبكة التليفون الأرضي.
لكن الاغلب وده اللي معمول في مصر ان هو في الاخر انت بتوصل برضو للسنترال، انهم ان في قبل ما توصل للسنترال انت بتعدي على طرف مختلف اللي هو البيز ستيشن. فطبعا في حاله الانترنت احنا ما زلنا يعني الطرف الاول ده اللي هو من التليفون الى البرج المحمول الى السنترال، ثم بعد كده بتدخل عادي في شبكه الانترنت زيك زي اي واحد داخل من اي جهاز تاني. برضه هنا بيقول لنا على جزئيه الباندويتس شرحناها، وهي في الاخر بنعتبرها ترانسميشن ريت، على الرغم ان هما حاجتين مختلفتين بس زي ما قلنا هما متناسبين طرديا دايركتلي بروبورشنز، فبنعتبر هما نفس الحاجه يعني مجازا للناس بتوع نتورك. طيب واتيفر الوسيله اللي انت بتدخل بيها على الانترنت، في الاخر انت بتوصل الى السنترال. لو فرضا انت داخل من ADSL فانت بتدخل على الانترنت من نفس الخط بتاع التليفون الارضي، عندك سبليتر في البيت بيقسم ما بين المودم اللي بيوصل الانترنت وما بين التليفون الارضي، بس في الاخر انت اول ما تخرج من البيت هو خط واحد اللي هو يمثل اللي هو كان جاي بتاع التليفون الارضي اصلا، وهو ده اللي واصل لغاية السنترال. جوه السنترال بيحصل فصل ما بين الشبكة بتاعت الخطوط الارضية دي شغالة بطريقة، والشبكة التانية بتاعت الانترنت دي شغالة بطريقة تانية. ففي عندنا جهاز اللي بيفصل اللي هو الديسلام اللي هو اختصار DSL Access Multiplexer. كلمة Multiplexer معناها حاجات مع بعض على نفس الخط، فهو هنا علشان بيجمع خط التليفون اللي هو شغال بطريقة وخط الانترنت اللي هو شغال بطريقة تانية بيجمعهم على خط واحد، عشان كده ده اسمه عملية مالتيبلكسنج. وفك المالتيبلكسنج هو الدي مالتيبلكسنج، ان هو يفصل ما بينهم. الدي اس ال نفسه اختصار ديجيتال سبسكرايبر لاين، الخط الارضي مش شغال ديجيتال شغال انالوج، واي حاجة عن طريق الانترنت شغالة ديجيتال. عشان كده عندنا الدي اس ال ده المختص بالجزء بتاع الانترنت، وهو ده هنا الديسلام هو المختص بفصل اللي جاي على نفس الخط اللي هو جزء منه جاي ديجيتال معمول بالطريقه بتاعه الانترنت وجزء تاني جاي للتليفون الارضي. الاي اختصار اسيمتريك، اسيمتريك يعني معناها نوت سيمتريك، يعني معناها غير متساوي. هما ايه اللي غير متساوي؟ غير متساوي الداونلود ريت مع الابلود ريت. اكيد اكيد انتوا لاحظتوا الحته دي، لما بتيجي تعمل داونلود بيدي لك سرعه اعلى من لما تيجي تعمل ابلود، فالسرعتين المتاحين بالنسبة لأي مستخدم للإنترنت غير متساويين، عشان كده اسمه asymmetric DSL ADSL. ليه هم عملوا الكلام ده؟ قال لك نوفر. لما عملوا دراسات قالوا لقوا إنه معظم لقوا إن كل الناس دايما بتنزل أكتر ما بتبعت، أنت دايما بتبعت إنك تشوف صفحة ده طلب رايح وفي الاخر تنزل لك الصفحه، مين اللي اكبر الطلب ولا الصفحه؟ اكيد الصفحه. نفس الفكره في كل الابلكيشنز اللي داخله على الانترنت، انت دايما طلبك مقداره قليل واللي بتنزله مقداره كبير، الا بقى لو انت بتابلود فايلز وحاجات بقى ده موضوع تاني، بس مش دي الحاله الغالبه. الحاله الغالبه انك بتطلب والطلب بتاعك ده حجمه صغير وبينزل لك حاجه حجمها اكبر، فدايما انت محتاج تنزل اكتر ما بتعمل ابلود، دايما بتعمل داونلود اكتر، فبالتالي عايزين سرعه الداونلود تبقى اكتر من سرعه الابلود. طالما الاثنين
هنوفر من سرعة الأبلود ونزود لك في سرعة الداونلود، عشان كده اسمه Asymmetric DSL ADSL. دكتور ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هو الدي اس ال مودم ده اللي بيعبر عنه عندنا مثلا هو الراوتر ولا ده حاجه ثانيه؟ بالظبط، هو الراوتر، هو فعلا دي اس ال مودم هو الراوتر اللي عندك. هو احنا بنطلق عليه راوتر على اعتبار انه المسؤول على انه ياخد الباكتس اللي عندك. انت عندك نتورك داخليه في البيت، ليه؟ لان مش جهاز واحد، انت عندك كذا جهاز، فانت ممكن يكون عندك جهازين ثلاثة في البيت والتليفونات كلها داخلة على الواي فاي، فدي نتورك داخلية عندك، وفي الآخر كل اللي في البيت عندك خارج إلى الشبكة الخارجية بره عن طريق المودم ده. هو فعليا مودم وليس راوتر، بس هو بيقوم بعمل سويتش داخلي. يعني أهي دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنطلق عليها راوتر، مع انها مش راوتر ولا حاجه، بس هو بيقوم بعمل السويتش. واحنا قلنا دايما الناس يعني بتخلط ما بين الراوتر والسويتش، فهما بيستسهلوا لان كلمه راوتر الاكثر شيوعا فبنقول عليه راوتر، بس هو سويتش. يعني هو الاصل الاصحي قال عليه سويتش، صح؟ بس لكن يعني الناس اعتادت استخدام كلمه راوتر يعني، لكن هو زي ما قلنا الفروق ما بينهم مش كبيره، فالناس بتخلط ما بينهم. فهو فعليا سويتش لكنه بنطلق عليه مجازا راوتر، وفي الاخر الاساس اصلا بتاعه انه مودم، ومودم دي ليها قصه ثانيه. كلمه مودم اختصار موديوليشن ودي موديوليشن، ما اعرفش خدت كورس كوميونيكيشن، بس دي ليها قصه يعني. تمام، شكرا دكتور. عفوا. الكابل اللي ماشي عليه الداتا طبعا بما انه بيشيل داتا جايه من مصادر مختلفه اللي قلنا عليها كلمة multiplexing. تاني كلمة multiplexing معناها المجمع، بيجمع كذا حاجة على نفس الخط. فأنت ممكن تكون قاعد في بيتك دلوقتي وداخل على مايكروسوفت تيمز عمال تسمعني، وفي نفس البيت عندك في حد داخل على الانترنت برضو، whatever، داخل على الواتساب، داخل على الفيسبوك، داخل على براوزر، أي صفحة من صفحات النت. فانتوا كذا واحد في البيت داخلين على الانترنت، كلكم بتعدوا من على نفس المودم وطالعين على نفس الخط بره، بس فيك على نفس الخط ده جاي كذا كذا حاجه، والكذا حاجه دول ما بيتلخبطوش على بعض، بنحافظ عليهم مفصولين عشان في الاخر كل واحد كانه داخل على الانترنت لوحده. فعمليه المالتيبلكسنج دي بتتم ازاي؟ ازاي نحط كذا حاجه على نفس الخط من غير ما يتلخبطوا؟ ده طبعا مش بس عندك في البيت، ده بعد كده كمان نفس الخط ده بيكمل بيتحط عليه خطوط ثانيه، لان الخط اللي جاي من عندك واللي جاي من البيوت اللي حواليك كلكم بتتجمعوا على خط واحد لغايه ما يوصل للسنترال. ازاي كل دول عشرات او مئات الخطوط اللي محطوطه على نفس السلك؟ عشان نفصل ما بينهم في عدة طرق للفصل، أهمهم وأشهرهم طريقة الفصل بالترددات الفريكونسي. يعني نقول إحنا هنقسم الترددات اللي يقدر يشيلها الخط ده، الخط ده يقدر يشيل مثلا يعني من 0 ل 100، خلاص ندي لأول شخص من 0 ل 10 كفاية عليه قوي كده، والتاني من 10 ل 20، والتالت من 20 ل 30، والرابع من اللي يجي من كل الناس يمشي على الخط ده من اول 0 ل 100، بس كل واحد فيهم واخد منطقه مختلفه. والجهاز اللي في الاخر طبعا عارف انه في مناطق مختلفه، فبيفصل المناطق دي عن بعض. هو عارف ان اللي جاي من 0 ل 10 ده شخص، ده اتصال، غير اللي من 10 ل 20، غير اللي من 20 ل 30، وهكذا. فهو فاهم الكلام ده، هو ده هنا بقى البروتوكول بقى. فهو فاهم الفكره دي، فاهم القصه دي، وهو اللي هيفصل في الاخر المناطق المختلفه دي. وارجع افكركم كلمه باندويث، فلو بالمثال اللي انا بقوله مثلا من 0 ل 10، انا كده اديته حيز من الترددات، حيز اللي هو الباند، اتساعه 10. طبعا انا الارقام دي مش مظبوطه، انا بس بقولها للتبسيط. فمعنى كده ان انا حددت السرعه بتاعته،
يعني لما انا اديله حيز من الترددات الباندويتس من 0 ل 10 كده الداتا ريت بتاعه غير لو كان اديته من 0 ل 100 اكيد الداتا ريت بتاعه بقى اقل. فكلما وسعت له هذا الحيز هذا الباند الباندويتس كلما اتحت ليه فرصه انه يبعت بداتا ريت اعلى. بس طبعا علشان نعمل المالتيبلكسنج انا مضطر اعمل كده ان انا اقسم اللي موجود على على الناس اللي متصله وكل واحد بقى ياخد الجزء بتاعه على قد ما يقدر. يعني هل بس في فريكوانسي ديفيجن؟ لا ده في حاجات تانية، انا قلت دي اهمهم واشهرهم، بس في كمان التايم دي. انت اخدت الحيز من 0 ل 10 ممكن ما تكونش انت واخده طول الوقت، يعني ممكن اللي من 0 ل 10 ده اصلا تاخده لمده دقيقه وبعدين واحد تاني ياخده دقيقه تانيه وواحد تالت ياخده دقيقه تالته وهكذا، وترجع انت تاخده تاني بعد 10 دقائق. فانت فعليا هتبقى متقسم فريكوانسي ومتقسم تايم، كل ده علشان نقدر نستوعب عدد اكبر من اليوزرز على موارد قليله. عندنا السلوك اللي ممتده دي عددهم محدود، كل خط من دول منفصل بنسميه شانل، القناه شانل. يبقى انت لوحدك الخط بتاع الجزء اللي انت اخدته من الخط بنسميه شانل. احنا قلنا هنا اللي بيفصل في حاله استخدام فايبر اسلاك زجاجيه، فبنحتاج هنا هايبريد فايبر كوأكس. بس طبعا الاستخدام الفايبر انتوا عارفين ان هو بيدي سرعات اعلى، ده نتيجه انه الاخطاء اقل، يعني سرعه الضوء مماثله الى حد كبير سرعه الالكترونز في الاسلاك النحاسيه بتقترب من سرعه الضوء. هي طبعا لا تماثل لا تساوي ولكنها تقترب. فالفايبر والكبر الفرق مش في السرعه في حد ذاتها، في فرق طبعا بس الفرق مش هو المعيار الاساسي اللي بيخلي في فرق في السرعه، انما الفرق الاساسي انه احتماليه الخطا ان الداتا اللي ماشيه البيتس اللي ماشيه يحصل فيها تشوه في الفايبر اقل. فبالتالي لما تبعت حاجه وتوصل من اول مره غير لما تبعتها وما توصلش وتبعتها تاني، كانك يعني كانك ضعفت الوقت اللي محتاجه. فبالتالي فرصه انك تبعت الحاجه وتوصل سليمه في الفايبر اعلى، وبالتالي السرعه النهائيه هتبقى اعلى. في يعني مش في مصر بس في دول تانية، كابل التلفزيون نفسه بكابل تي في كيبل مش عن طريق القمر الصناعي، يعني في بلاد تانية ممكن يستقبل التلفزيون بكابلات موجودة في الأرض. فممكن على الكابل اللي في الأرض ده، ودي حالة مش موجودة عندنا في مصر يعني، ولكن بره بما إنه عندهم already infrastructure موجودة لكابلات التلفزيون، ليه ما يحملوش عليها الانترنت؟ ففي عندهم برضو تحميل بره بدل ما هو على كابل التليفون اللي هو فعليا كان كابل نحاس اللي معمول قديم. طبعا احنا بنتكلم على حاجه يعني الانترنت لما اتعمل ما عملولوش انفراستراكشر مخصوص، ابتدوا يعملوه على ما كان موجودا من قبل اللي هو كان الخطوط الارضيه اللي كانت موجوده في كل دول العالم. كابلات تلفزيون كان ده اختيار احسن. ليه؟ لانه كابل التلفزيون كان قدرته الباندويتس بتاعته اعلى، فكان يقدر يحمل عليه انترنت بشكل احسن. ففي الدول اللي عندها تي في كيبل كان برضو ممكن يحمل على التي في كيبل، يحمل على انترنت وتلفزيون، وبرضو نفس الفكره عنده سبليتر بيفصل ما بين الخطين، ومن بعد السبليتر جوه البيت او جوه المؤسسه في كيبل مودم يعني. والناحيه الثانيه برضو كان في جهاز اللي بيفصل، طالما الجهازين الطرفين اللي في الاخر فاهمين شكل الداتا اللي ماشيه هنا خلاص هو يقدر يتعامل مع الحاجتين اللي موجودين او كذا حاجه اللي موجوده ويفصلهم عن بعض.
هنا بيورينا بقى شكل النتورك اللي جوه البيت، أجهزة مختلفة بتتوصل على الجهاز، بس هو مودم وسويتش في نفس الوقت، بيوصل على السنترال. أنا ممكن جوه البيت برضو هنا مستخدم كلمة راوتر، أنا ممكن أعمل راوتر، أو أنا فعليا الراوتر أنا ممكن أجيب جهاز عليه يعني جهاز راوتر. الراوتر هو ممكن يبقى جهاز عادي عليه سوفت وير بيشتغل وظيفة الراوتر، أو يبقى هو معمول عشان يبقى راوتر بس، يبقى معمول كاستمايز في كده، يعني في كده وكده. طيب أنا ممكن أجيب جهاز راوتر وما استخدموش كراوتر، أستخدمه كسويتش لو أنا ما احتاجتش الوظائف الزيادة اللي موجودة في عملية الراوتينج. فأنا في الآخر عادي جدا إنك تجيب جهاز راوتر وتستخدمه كسويتش، أنت مش محتاج توجهه في حاجات طرق مختلفة، هو طرق محددة والحسابات بسيطة. ففي الآخر كلمة راوتر، عشان كده قلنا في خلط دايما ما بين راوتر وسويتش، لأن في الآخر أنت لو جبت راوتر شغلته كسويتش مش هيقول لأ، أه هيشتغل، ما هو السويتش 90% من وظائف الراوتر هو سويتش، وفي 10% زياده هي بقى الحته الزياده دي لو ما استخدمتهاش خلاص مش مشكله. بس الفكره بقى انك ممكن تجيب جهاز مخصوص في البيت غير المودم العادي اللي هو شغال اصلا كسويتش، عايز بقى تحط عليه فاير وول، تحط عليه حاجات تظبط السكيورتي اللي موجوده في البيت. في سيبك من البيت بقى، البيت مش محتاجين الكلام ده، انما لو انت بقى في جامعه، في شركه، في مصنع، انت محتاج جهاز يظبط السكيورتي بتاعت كل الاجهزه دي، ما يعديش اي حاجه تطلع ولا اي حاجه تدخل. انت محتاج جهاز بروكسي، سمعتوا كلمه بروكسي؟ هيجي ذكره برضو فيما بعد. ممكن من ضمن وظائف البروكسي لو فرضا الناس اللي جوه المكان بيستخدموا مواقع معينه بشكل معتاد ومكثف، ممكن البروكسي ده يحصل عليه كاشنج للموقع. يعني بدل ما في 10 او 20 واحد جوه الشركه ولا جوه المؤسسه بيأكسسوا نفس الموقع، بيجيبوا نفس الستاتيك داتا، وكل واحد فيهم يستهلك خط، يستهلك الباندويتس لوحده، طب ما انا اجيبها مره واحده وال10 ولا ال20 واحد دول يشوفوا الحاجه دي براحتهم جوه الشبكه الداخليه. يعني ليه كل واحد من دول يطلب نفس الطلب واستهلك الخط بتاعي، والطلب ده متكرر 10 20 30 50 مره، بينما انا ممكن اجيبها مره واحده بس وكلهم يشوفوا نفس الحاجه، ما هي حاجه ما بتتغيرش. فانا ممكن اعمل عمليه كاشنج على البروكسي ده، فانا ممكن اجيب دايما ده اللي بيحصل، يعني في اي مكان كبير، شركه، جامعه، مؤسسه كبيره، بتجيب بروكسي يشتغل بقى كراوتر، يشتغل كفاير وول، يشتغل ككاش، بيحطوا عليه بقى حاجات كتير قوي تخدم على اللي موجودين في المكان ده. فهنا ده فكرة الانتربرايز اكسس نتورك. الساعة بقت 10 دلوقتي وانتوا عندكم حاجة تانية، خلينا نقف عند السلايد دي، سلايد 29 ماشي، اللي كان بيتكلم فيها على انتربرايز اكسس نتورك، اللي هي يعني خلاص احنا اوريدي قلنا الفكره بتاعتها، ونبدا المره اللي جايه من سلايد 30 اللي هي الوايرلس اكسس نتورك. احنا بادئين بدايه بطيئه، بس يعني طبيعي ان احنا بنتكلم في حاجه فيها كونسبتس ممكن تكون اول مره، او بعضكم يعني بيسمعها لاول مره، فمعلش احنا بادئين بدايه بالراحه شويه. فيعني فيما بعد، يعني بعد المحاضره اللي جايه برضو اللي هنكمل الكلام ده، بعد كده هتلاقونا بنمشي بريت اسرع شويه. قبل ما اقفل، في حد عنده اي تساؤلات دكتور؟ او في الاسبوع ده هيكون عندنا اي لابات او سكشن؟ لا الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هتبتدوا. دكتور، وحضرتك اللي هتنزل المحاضره دي ولا احنا اللي هننزلها؟ انا هنزل لكم كل حاجه ان شاء الله. المحاضره اللي حاليا بشرح منها دي انا حاططها على الفايلز سكشن جوه تيمز، يعني تقدر تلاقيها دلوقتي. واتباعا هنزل كل المحاضرات اللي هشتغل منها، هنزلها على تيمز، ولو ال ام اس اشتغل هنزل عليه الحاجات. انا لسه مش ما عنديش اكسس للماده دي على ال ام اس. دكتور معلش عندي سؤال.
اتفضل. وحضرتك قلت ان انا ممكن اعمل راوتر بين الاجهزه، مش هو كده كده باخد كل الداتا واحطها في لاين واحد للراوتر، مش الراوتر ده له فيه اختيار؟ ما بين الاجهزه الداخليه، يعني الجهاز الاولاني عايز يكلم الجهاز الثاني، فهو هنا هو هنا بيعمل فعليا لو هو داخل نتورك بيعمل كسويتش مش بيعمل كراوتر. يعني هنا عندك اللابتوب بتاعك عايز تكلم التليفون بتاعك، دول طرفين داخلين على نفس الشبكة الداخلية، فهيوصل من اللابتوب بتاعك لما يسمى بالراوتر أو هو المودم بتاعك فعليا يعني اللي هو بيعمل نفس الوظيفة، وبعدين يطلع منه يروح للتليفون بتاعك والعكس. فهو فعليا لما بيوصل لهنا بيقول له بس إن التليفون هو المخرج رقم كذا، أو يعني في حالة دي وايرلس يعني، فهيقول له هو رقم كذا. فما فيش راوتر بقى، هو سويتش بس صح؟ هو بيعمل كده كسويتش. ما احنا قلنا يعني الكلمتين اصلهم مستخدمين بشكل يعني مختلطين على بعض يعني. لكن هو فعليا هنا مش محتاج راوتر، هنا محتاج سويتش. تمام خلاص، شكرا يا دكتور. طيب اشكركم وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي. دكتور معلش او حضرتك هترفع لنا الريفرنس اللي حضرتك اللي هو الكمبيوتر نتوركينج؟ طيب استناني الأول أقفل الريكوردينج.